اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. اذاعه اتراجو حال الطوارئ الصحيح، نعيشنا معكم انا مباشره في مقر اذاعه اتراجو. حاتم كلشي بخير؟ بخير الحمد لله. وانت مومو؟ الحمد لله كلشي بخير وعلى خير. اليوم انا فقط باغي نقي كلشي، ما عرفتش علاش. وشنو نقيتي؟ مني كلشي، تليفون، الماك، كلشي نقيت، كلشي مزيان. نقيت ليكرون، نقيت الكلافي اللي كان هذا، صافي نقيت كلشي. عرفتي مزيان كلشي، حيت الميكروبات حيت كلشي. فقت بحال امي بعض الايام، حيت امي كانت كتفيق هكذا. امي بعض المرات كتفيق هكذا بلا ما تعلم، هي بلا ما تعلم كيفيقوا. واحد النهار كتفيق كتقول تقدرهم شقلبها كامل، خاصني نقي كلشي، خاص كلشي تهز، خاص كلشي يخرج من بلاصتو عاود يرجع بلاصتو عاود ثاني. مهم نقاو النظافه. دابا المهم كتسمي هاد الحاله هذه كتسمى الكوريا. ها؟ الكوريا. علاش؟ وقال شي عاده عندهم في كوريا الجنوبيه سميتها الكوريا. الكوريا هي كينقيو كلشي. لا شنو هي هذيك؟ شتاتي الكوريا زعما من الكوري. الكوري فاش كي تنوض كتنوض تبن مقلوب عاود طايح على جنبو الحواله كيجريو وميشيل تابعهم. غادي نعلمكم باش مكان ان شاء الله يكون خير. ان شاء الله ورمضان كريم وعواش مباركه وعشريه من الاولاد. رمضان فات الحمد لله. الجمعة الجاية 15 يوم. شو يلا شوف اسيدي، سعدات كيف على الخير؟ صح، سعدات كيف على الخير؟ كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة قد تعلن خلال الأسبوع المقبل عن تصورها لجميع مباريات وامتحانات المدارس العليا. وأوضح المصدر نفسه إلى ليغود أن التواريخ المتعلقة بولوج عدد من المدارس العليا تعود إلى السنة الماضية وليس السنة الحالية 2020، مشيرا إلى أن تلك المؤسسات لم تحين تواريخ مبارياتها نظرا للظروف الصحية التي تعرفها البلاد. وانتشر منذ الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي صور تتضمن تواريخ قديمة تتعلق بالتسجيل في بعض المباريات الخاصة بولوج عدد من المدارس العليا مثل لوين سي جي لينسا ليسيم بينهم الى غيرها من المدارس لينسام ليسبيتس ولا المدارس العليا. والسمره الجايه غادي يقولوا تسناو حدوا راسكم من الشائعات. الاشاعات كل اللي دي اشاعات كاينين بزاف دابا مع وزاره التربيه الوطنيه. القرايز هذا هو الموضوع اللي فيه الاشاعات بزاف. كلشي يخرج، كلشي كاع وصلوا كاع درات ثانوي داروا بروفيل بسميت المينيسخ بسميت الوزير كيهضر. وزارة الداخلية تحذر من انتقال فيروس كورونا عبر قنوات الصرف الصحي. حضرت وزارة الداخلية في دورية موجهة إلى الولاة والعمال من إمكانية انتقال فيروس كورونا عبر قنوات الصرف الصحي. وقالت الوزارة إن دراسة أجريت بعدة دول أثبتت إمكانية وجود أثار جينوم فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي. مصدرها داك الشيء اللي كيقول في الصرف الصحي بلا منا. وشددت الدورية على أن أي استعمال المياه العادمة يجب المصاب بالقوانين المعمول بها. زعما كاين عقوبات خاصة القانون رقم 36/15 و35/35 متعلق بالماء، والذي طلبت الوزارة من يحدد معايير جودة المياه المستعملة في الري الولاة والعمال لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي استعمال غير قانوني للمياه العادمة، وذلك في إطار المجهودات المبذولة لمواجهة وإعانة دول مثل هولندا وفرنسا وإيطاليا تفشي فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي اكتشافها لأثار ضئيلة من فيروس التي مصدرها فترات المصابين. اوبسيون جديدة هذه خطيرة. هذه خطيرة معناتها تحمي تستعمل الماء ديال ما الواد الحار. حيت كاين اللي كيستعملو باش يسقي به مثلا، خصو ممنوع تستعمل باش يتسقى به، ممنوع يتستعمل. لجنة اليقظة الاقتصادية تطالب الأبناك بتوضيحات حول فوائد كورونا. قالك سيدي طلبت لجنة اليقظة الاقتصادية المؤسسات البنكية بتقديم توضيحات رسمية حول تخصيص فوائد غير معقولة مقابل الخدمات التي تقدمها المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا. وتعقد لجنة اليقظة الاقتصادية اجتماعا يوم الجمعة المقبل بخصوص جزء من
لبحث حلول يرتقب فرضها على المؤسسات البنكية بعد توالي الانتقادات التي توجه إليها في مواجهة تداعيات كوفيد 19. وأكد مسؤول ضمن لجنة اليقظة الاقتصادية لإسبريس أن الحكومة طلبت المجموعة المهنية الأبناك بتزويدها بكافة المعطيات المتعلقة بفوائد تأجيل القروض البنكية لفائدة المتضررين من أزمة كورونا، ويرتقب أن تعين اللجنة عن إجراءات في هذا الصدد بعد تفاوضها مع المؤسسات البنكية. حيت وزير المالية تلقى معهم ما عرفناش واش تلقى معاه ولا هضروا ولا داروا ولا تكونيكتا ولا داروا فيديو كونفرنس، ما عرفتش داروا. المهم ما كاين حتى شي اخبار، حنا نهار الثلاث ما كاينش اخبار. الجمعه صدقنا اخبار انه هو قال غادي يتلاقى معاهم هذا الويكاند باش نهضر معاهم، ما كاينش الاخبار. ودابا كنسيقوا الاخبار انه لجنه اليقظه غادي في الاجتماع ديال نهار الجمعه الجاي غادي يخصصوا واحد الجزء منه الحلول اللي غادي يفرضوها على المؤسسات البنكيه. تداعيات ازمه جائحه كورونا تطال ارباح القطاع البنكي بالمغرب. ياك اتضرروا وايه طالت تداعيات ازمه فيروس كورونا المستجد المباشره والغير مباشره ارباح عدد من الابناك المغربيه من الاعلان على اولى النتائج الماليه الخاصه بالربع الاول من السنه الجاريه. أولى الأبناك التي أعلن تضررها من الأزمة هي مصرف المغرب الذي حقق صافي بانخفاض ناهز 41.4% مقارنة مع مقارنة 2020 ب 73.3 مليون درهم نهاية مارس في الفترة نفسها من العام السابق. وقالت المجموعة البنكية في بلاغ صحفي خاص بعرض نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من السنة الجارية إن هذه الأرقام تكشف أولى تأثيرات الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد. وأفادت معطيات البنك أنه تم قبول تأجيل سداد أقساط قروض لحوالي 14 ألف زبون، وهو إجراء الذي اتخذته الحكومة وبنك المغرب رفقته المجموعة المهنية أبناك لتخفيض من أثر الأزمة على المتوقفين مؤقتا العمل. وتواجه الأبناك بسبب الأزمة الحالية سنة صعبة من حيث النتائج المالية، فالتقديرات تشير إلى أن نمو القروض سيستقر في حدود 5% لكن عائداتها ستضعف بسبب الوباء نتيجة زيادة الديون المتعثرة أي العالقة التي لم يعد أصحابها يسددون أقساطها، لأن التحديات الاقتصادية تقلل من قدرة المقترضين على السداد. فهمتي شي حاجة؟ تقريبا راني نقدر، حيت كنت باغي نقول لك مثالتي الخبر الاول ديال البنكات، كنت باغي نقول لك هادشي طول بزاف والناس هضروا برلمانيين، ويني من جهتهم هما ما كاين حتى شي رد الفعل، ويني بان لي هذا راه جواب. هاد الطريقه هادي راه جواب من تحت الدف ديال راه حنا راه كلينا الدق حتى حنايا بلا ما تطلبوا منا شي حاجه زايده، هذا بان لي جواب. واخا فهمنا سي فغي تضرروا كالجميع كالجميع، ايوا كلنا تضررنا كلنا، الراديو تضررنا كلشي، الاشار تضررنا كلشي تضرر، يلا كلشي تضرر سيدي، يعني كاملين نديرو دي زيفور، هادشي اللي كاين كل تضررنا، هادشي اللي وقع للجميع، الجميع كاع القطاعات كلها كلشي تضرر. شكون اللي ما تضررش في لافير هادي؟ شكون اللي ما تضررش من الفلوس تضرر من حاجه اخرى؟ شكون؟ كلشي تضرر، كلشي كلا، كلشي واكل العصا في هاد، كلشي كلا الدق، كلشي سيدي كلشي. ايوا هادشي اللي كاين. تجار الملابس يطالبون الحكومه باعاده فتح المحلات. راسلت تجار الملابس الجاهزه الحكومه لمطالبه باستئناف فتح محلاتهم تدريجيا مع احترام تدابير احترازيه، قائلين ان عدم بيع البضائع في الموسم الحالي قد قبل عيد الفطر يعني ان الموديلات والتصاميم لن تصبح لها قيمه في الموسم الموالي، بس يؤدي الى عدم الوفاء بالالتزامات الماليه ولتعميق الازمه الماليه ورفع نسبه البطاله والتسبب لا قدر الله في احتقان اجتماعي. الله يحضر السلامة. هضر مع الناس، هضر معاهم، هضر مع الناس، شوفوا هضر مع الناس. السي رئيس الحكومة، السي العثماني تبقى خدام هادشي، السي العثماني لا مش هادي مزيان غادي غادي فين هو غادي؟ أول حاجة بعدا مومو بغيت نقول لك الصحة 19 نعطيك الصحة الله يحفظك طوب طوب عجبوك 19 طوب عجبوني عاود بالسمعة وثاني عاود 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 بالصحة والراحة بالصحة والراحة بحال شي دري صغير جبت ليه شي حاجة غيبقى لبسها كل نهار هو كيما قال السيد راه لو جيست هذاك لو جيست اللي واخا كيكون غير صغير ولا هذا كيفرح الواحد معلوم بحال لو جيست اللي درتو معنا حنا وتوصلت بالباك ديال ميو وكنشكركم بزاف بصحة وراحة لالا بصحة وكنشكر حتى البنات اللي في ستوندار الله يعمرها دار الباك ميو زوين عجبك عجبني واحد العام ديال التنظيف ما بقاش حتى شي ساعه تنظيف ان شاء الله غنستوكي هذاك الشيء ونبقى ندعي معكم ولكن غير تنظيف 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 سالي كثر على فاطمه سالي كثر شكرا انا ولدي بارك الله فيك وراني متبعك في الانستغرام والباقي حكينا بالضحك في الليل انت ومنال مع التوب لايف واعر مع منال البارح واعر اكثريه ديال ريستورون
ما عندي ما نقول. القصه ديال ريستورون هذيك واعره 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 واعره. غادي نديروا الحاجه الزوينه من دابا شويه. دابا هادي ثلاثة د العشية ياك؟ أييه. هادي ثلاثة د العشية يعني إلا تسخرنا اللور، إلا تسخرنا إلا رجعنا مارشاريال. إلا مشينا دابا حنا في الخريطة ديال العالم، ولكن الخريطة ما دايراش، الخريطة مسطحة. مسطحة. إلا رجعنا اللور نرجعوا ناقص ستة السوايع ولا ناقص خمسة السوايع مثلا. ناقص سبعة السوايع كاع. أييه. مثلا بعد كندا أمريكان تكون دابا شحال من 8 الصباح تقريبا، وإلا زدنا القدام زدنا ستة السوايع أربعة السوايع مزيانة. تقريبا كاين عندو الفطور دابا كاين اللي قرب الفطور كاين اللي فطر وسالا كاين اللي فطر وسالا قرب هو راه يكونوا فطروا وسالا ودابا بوسيبل يقدروا يكونوا فطروا وسالا. بغينا نتكلموا معاكم ونسقسوا في المغاربه ديال العالم ديال في اي بلاد في اي في اوروبا راكم معنا تقريبا في اوروبا كاين ساعتين راه 5 د العشيه هذه 05 30 300 300 هضروا معنا تكلموا معنا اش اخباركم نسقسوا نسولوا فيكم كي داير الاجواء كي دايره كورونا عندكم كي دايره الحاله الطوارئ الصحيه كيفاش عايشينها لا السويد بغيت نفهم لا السويد اش واقع في هاد الايام لا السويد. انا اخر ارتيكل كنت قريت هو بان ما كاينش ان كونفينمون اللي هو ستريكت الناس خارجين لا في كونتينيو كاين اللي خدامين زعما القهاوي لي ريستورون لي زاكتيفيتي نعرفوا لا السويد نعرفوا النرويج نعرفوا هولندا نعرفوا الانجليز نعرفوا جميع الدول العالم كلها ديال المغاربه اللي في العالم اللي ساكنين تماك كيفاش عايشين حاله الطوارئ الصحيه كيفاش غدا الامور عيطوا لنا 05 30 300 300 شي حي الساعه في ووهان لا 11 الليل ويلي فطرو سلام وقرب السحور هادشي اللي كاين 11 الليل في ووهان دابا الواحد تخيل ما دابا شي واحد زعما مغيي بغا زعما فهمتي يفانتي الوقت يصوم اقل مده يبدا يمشي يتسحر في بلاصه في بلاد اللي كيتسحروا فيها معطلين مع 6 الصباح ويمشي يمشي يفطر في بلاصه اللي كيفطروا فيها بكري واخا غادي كل نهار غادي جاي مرحبا منصف كي داير اخويا منصف وي السلام عليكم السي مومو سلام حبيبي كلشي بخير مرحبا Toute l'équipe, je suis très, 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 très bien évidemment heureux comme tout la plupart des auditeurs. مرحبا خويا مرحبا خويا مرحبا رمضان كريم واش مبروك مصيف رمضان مبارك سعيد فالتار الله يحفظك خويا كي داير فرنسا فين بلاصه فرنسا انا جو سوي 35 كيلومتر دو باريس نور ويست ا كوتي دو سيرجي بونتواز وي شرفينا خويا كي داير الامور كي داير الامور عندكم حاله الطوارئ الصحيه الكونفينمون ديجا جو فودري جوست دير ان مو ان غران برافو à ton émission, à votre émission, à la participation, à l'investissement, à l'investissement depuis maintenant une dizaine d'années, tu vois que l'Allah est au Maroc, l'Akh les Gouaïda, Hani Adak Al-Bissam. Donc j'ai tout résumé, j'ai tout noté, comme ça je n'oublie rien. Hani, félicitations au Maroc et à Sa Majesté le Roi, parce qu'on a su, de cette, malheureusement, de cet événement, profiter et montrer au monde entier que nous sommes capables à nous, de nous adapter et de d'être inventif. Benzval France à ce moment, comme vous expliquez, la situation commence un petit peu à s'améliorer, mais néanmoins, les contrôles restent exigeants, comme un petit peu au Maroc. Ouais. Les sorties sont... Il y a trop de l'air, il y a un peu de l'air, il y a un peu de l'air, il y a un peu de point A, un point B, il y a un peu de l'air, il y a un peu de supermarché, pour les, pour, par exemple, pour faire les courses. Iman. Iman, oui, je suis là. Je suis là. Alhamdulillah, je suis tellement contente que finalement je vais vous parler. مرحبا بك مرحبا. ما عرفش من بلاد كتعيط لوكسمبورغ. لا. انا non, je suis à Los Angeles. Je suis très près de Los Angeles en Californie aux États-Unis. Santa Monica? Non, Newport Beach. Newport oh, la classe, la classe. دارو مسلسل على نيوبورت بيتش. Yeah. Ça fait 3 ou 4 jours à nos bintis qu'on essaie de n'aïto lek, mais on a yalla alhamdoulillah liom. مرحبا إيمان مرحبا إيمان. Merci. شكرا جدا من نيوبورت بيتش وبرامج الكريم عشبروكا صحة والسلامة باش نتمنى لك. كي خلا كي الأمور مع رمضان مع حالة الطوارئ الصحية ومحترمين تما عاودي لنا كل شيء إيمان. راجلي إلي ميدسان كارديولوج دونك هذا هو المشكل اللي عندنا ملي كيجي من لوبيتال خصو يبدل حوايجو في الكراج ويبقى بعد شويه على الدراري جوست او كاو مي ابار سا الحمد لله كل موند فا بيان و اون سوي لي ريغل ولادي كيقراو في الدار و سافا الحمد لله كلشي مزيان طب
à part داكشي اللي وقع في quelques في هانينغتون بيتش شوف شي بلايص الناس اللي خرجوا شنو قا اللي خرجوا اللي ما بغاوش كونفينمون اكزاكتومون وي كي راه امور في السويد كي راه امور في السويد اخويا امور في السويد عاديه اخي مو بحال ما علمت حتى حاجه هو بحال عندنا مروح الماسكات كاين كاين الناس كيلبسوا ماسكات اوبليغاتوار النهار كله كنشوف جوج الناس ثلاثه اللي عندهم ماسك شي الاخر حتى واحد ما عنده الماسك لا ماشي اوبليغاتوار والحالات شحال وصل الحالات في الدنمارك في السويد شحال وصل تقريبا كاين نهار كيموتوا 190 80 ولكن عاديه ما كاين واخا حيت هما اختاروا حيت في السويد من البلدان اللي اختاروا انهم يخليوا الناس يتخلطوا مع بعضياتهم باش تطلع المناعه تطلع ياك هادشي اللي وقع فعلا هي الفكره عندهم هما تيقول عندهم فكره خاص الجسم الانسان تكون عنده مناعه ضد كورونا لانه ما عندهم فكره ان كورونا كاينه ومغتصيد وغتجي مره اخرى وترجع تولي المالادي سيزونيير هما قالوا داكشي علاش والمحلات محلولين الناس المدارس محلولين المعامل المصانع الناس خدامين كلشي خدام عادي كلشي نورمال سفيان من الطاليان باين من الطاليان لا ماشي من الطاليان اسبانيا اذا لا ماشي من اسبانيا البرتغال لا فهاد النواحي لا لا ونبقاو في هاد القاره ديال اوروبا ولا نمشيو لامريكان واسيا لا اوروبا خليك في اوروبا فنلندا الدنمارك لا لا راكم كاملين فرنسا بلجيكا سويسرا بلجيكا فين بلجيكا مدينه صح المدينه كيقول لها كورتريك حدا كورتريك وارهام واخا خويا بشر فينا حبيبي رمضان كريم اخويا سفيان كي راه امور تما كي راه امور في بلجيكا لا بس الحمد لله دابا ولاو كي الاثنين هذا دابا الاثنين طلقوا لنا شويه يخرجوا شويه ولينا كنخرجوا ثلاثه وبلاص كنا كنخرجوا غير جوج شدوك البوليس راه تخلص بروسي اييه سيتو ماتنو دابا شفتي بعد 3 بعدا شغل سبور اي تو ولكن انا تنخرج يوميا تنخدم وداك الشيء علاش تنعيط لك لانني كل صباح كنشعل الراديو ويت راديو وكنسمع لكم كتونسوني الله يحفظك اخويا الله يحفظك شكرا بزاف اخويا سفيان مرحبا بك اخويا سفيان مرحبا حاس راسي ما درتش شي جاجه وعارف كانت قحي الدجاجة كرة هرست الدجاجة دخلاتي ياك دخلاتي تنقول انا نسمع الصوت ديال الزاج كلشي نعزام وياه كاين هار انا وياك اللي فايقين فطور معاش ما سمعتولوش تسموتو الى تسموتو شهية طيبة يا أصدقائي تفضل معنا إنها مائدة الإفطار نعم هادشي مزيان هادشي فين شحال زدت التمر هنا اوكي اليوم النهار كان شوية طويل ياك شفت رحمة اش اخبارك رحمة كلشي بخير بارك الله فيك لاباس ولدي الحمد لله وانتي اش اخبارك عواشرك لاباس عليك راك عزيز علينا والله العظيم عزيز علينا الله يحفظك يلاه مرحبا بك وكنتسنط لك في الصباح ومع الربعة د العشية وهداك الشيء باش تأثرت باش بغيت نهضر مع ولدي مرحبا لاله مرحبا بك لاله شكرا لك من عرباوة لمن بغيت تعيطي بغيت نصالح مع ولدي مرحبا لاله يكلاباس شنو وقع ولدي كان وقع لي معاه شي مشكل كان بغى واحد البنت اييه والجد جا لعندي قال لي انا غنمشيو لعند واحد البنت من نهارو قال لك غيمشي غيخطبها وموجدين داك الشيء جيت انايا قلت ليه دوك الناس انا ما كنعرفهمش ما يمكنش نمشي من نهاري نمشي معاك عندهم اييه تقلق مشى بحالاتو ولا جا مره اخرى هو كان ساكن معاك ولا جا مره اخرى ها كان ساكن معاك هو كان تيجي عندي ملي كيجي كونجي كيجي عندي للدار واخا اها من تماك صافي ما بقاش يجي للدار حتى جا مره اخرى جا عندي جلس ما فراسي حتى شي حاجه مشى صايب الوريقات ديالو
مشى دار العقد ديالو من بعد عاد سقط الخبر جوج صافي قلت لي ما تبقاش راجي عندي للدار جوج الاخبار دابا بغيت نرجع بلا خباري بلا خبر حتى شي واحد لا خوتو ولا العائله حتى شي واحد هو مرضت وبكيت مشيت للطبيب تعصبت قلت له ما تبقاش جي عندي شحال شحال باش وقع هادشي هذا برا 3 سنين انا ما جاش للدار عندي اوه وما كيعيط عليك ما كيسقسي فيك ما كيسول فيك انا ما كنبغيش نهضر معاه ما كنتش كنهضر معاه والعواشر هادي ومع هاد المرض هذا وقلت ما نعرف الموت ما يشوفني ما نشوفه داكشي علاش بغيت نتصالح معاه الله يجيك الله يجيك ترجع الامور صحتك وليدي الله يسهل عليك سنسايا مرحبا لا وترجع ان شاء الله الامور بخير كيف ما كانت ان شاء الله تمنى الله ترجع الامور كيف ما كانت ايوا واخا لا بس سميتو عبد الرحيم نعيطوا ليه الو عبد الرحيم اش اخبارك الله يحفظك رمضان كريم اخويا كلشي بخير الله يجازيك بخير اخويا معك مومو عرفتيني عرفتك اخويا مرحبا ياك يعني كلشي بخير وانت اش اخبارك صحه لاباس الله يجازيك بخير اخويا مومو الله يحفظك اخويا حنا راه حنا الطوري الصحيه مدوزين انا في الاذاعه سكننا في الاذاعه والعواشر هادي وهاد الحاله هادي وهاد الحاله الاستثنائيه اللي دايزين بها حنايا واللي عايشينها الجميع هذه الوقيته ديال الواحد يقد الامور ويصلح الامور ويطفي الغضب وكلشي يكون بخير وعلى خير وترجع العلاقه كيف ما كانت والامور مقاده داكشي علاش حنا معيط لك عبد الرحيم حيت كاين واحد السيده اللي معيط لينا اللي عطاتنا نيمورو التليفون ديالك باش نعيطوا لك واش السيده بغينا نعرف شكون هي معلوم سميتها لالا رحمه مرحبا اخويا لالا رحمه هضري معاها واليدة ولدي أنا مسامحة عليك كنتمنى الوالدة تكوني مسامحة عليا من قلبك والله أنا مسامحة عليك ولدي أنا راضية عليك والله أنا مسامحة عليك أنا مسامحة عليك أنا راضية عليك أنا كنتمنى الوالدة كلشي ترجع المية للمجاري ديالها والله لحقاش ما نديو معنا في الدنيا دي شي حاجة شنو نديو معنا في الدنيا نديو شي حاجة ما نديو والو غير ضات الوالدين وحنا مكرفسين وشحال من حاجة وكنردوها قلبنا وشي أنت لاباس عليك؟ الحمد لله الوالدة هاني؟ كلشي الحمد لله مزيان كلشي بخير كدير مع صحتك مزيانة؟ حنا غادي شوية بشوية الوالدة ديالنا والله يرضى عليك ولدي الله يسهل عليك امين الوالد الله يحفظك الله يقبل الجنة ان شاء الله مزيانة الوالدة بعدها مزيان الحمد لله هو هذا الحمد لله ولدي الله يرضى عليك مزيان صحتك ما نعرفتك غادي تفرحي من عاد تسمعي صوتي عاد تفرح لا قاش ما كنتش متخيل يعني هاك كنتيش كتوقع ياك لحقاش عيش بالمحاولة شوية شحال من حاجة والله تدمرت وفشلت وراد الله صافي يعني جات شحال من نمرة ما بقيتش كنصوني مسحت يعني دوك النوامر اللي عندي في كونتاكت كاملين مسحت هي راه عاودتنا شوية شنو وقع عبد الرحيم هي بغات تعيط عليك وتسامح معاك وترجع الامور كيف ما كانت وعفى الله ما سلاف اخويا هي ما تقبلاتش التصرف ديالك دي مسائل كتوقع وقعات دابا الاهم حاجه فهادشي كله بلا ما تعاودوا تعاودوا ديروا التحليل ديال شنو وقع ولا شنو تقال ولا كيفاش دارت الامور كلشي هي عارفه وانا عارف والله انا كنت من سنين انا ديما سمعت صوته ما اسمع صوتي 3 سنين هذه بزاف سنين ما سمع صوتي ما سمع صوتك وجهو دابا ما شفتوش انا 3 سنين واخا دابا التصاور وداكشي ما تنقدرش نشوف فيهم ولا ماشي معقول ولا نقدر يكون ما كنبقيش نقدر نشوف راه كان هو عارف راسو المعزه اللي كانت عندي فيه نهار علاش انا مرضت كنت انا متضله على خوتو كان دين هو اللي كان عندي راه عارف هو اللي كاين المكاتب الوالده دابا اي واحد شنو مكتب له الله يعاني يدوز في الدنيا الناس النهار اللي عرفوه تيقول لي ما يمكنش عبد الرحيم يتفرق عليك
والله يرضي عليك وانا مسامحه لك. الله يرحم الوالدين الوالدات اللي نقول لك. انا الحمد لله راضي عليك. الحمد لله سيدي. والله ابا عبد الرحيم دابا غادي الله يخليك انت ولدي مومو الله يحفظك الله يسترك والله ينورك اخويا مومو ربي امين. ابا عبد الرحيم فرحتينا لاله رحمه والله العظيم فرحتينا بالله الله يخليك فرحتينا خويا مومو لو كان عارف البلاصه فين كاين انا وفين الله يعاونك اخويا عارف فين كاين انت الله يعاونك اخويا الله يسهلك الله يعاونك الله يسهلك اخويا خاصك ترتاح وخاصك تسمع الهضره هادي والام ديالك اختارت الديره قدام الناس كلهم المعنى ديالو انه راه مسامحك وراضي عليك اخويا وانا كنوصي اخويا يعني اي واحد كتصنط لي ولا شي حاجه النصر نصيحه اللي داف ثابت لك ما تفرطوش في والديكم وخيلا بقاو مشاكل ولا شي حاجه دير المستحيل ما تفشلش ما ترجعش للور دير محاوله ومحاوله 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 هاي ها الحمد لله هي المحاولات كامله بقت فاشل الحمد لله والله سبحانه وتعالى استجبنا الدعاء ديالنا وكنتمنى والله كنتمنى انا باغي نرجع للمياه المجاريه وتولي كلشي بخير وكلشي فرحان وكلشي والله ما بغيتش انا يتكلم مني شي واحد ولا يقول لك شي واحد بانه انا اتادم مني اديس ولا شي حاجه والله الله يسمعنا من الوالد يا ربي امين اخويا. المهم الامور بخير الحمد لله الامور بخير وعلى خير كلشي بخير كلشي بخير الله يحفظك الله يحفظك الله يستر حق لله فرحتونا بالله انا فرحتوني فرحتوني الله يسهل عليك الله يخليك انت خليك الوالده الله يحفظك يا ربي امين وعربوا المحبه لكم جوجكم عربوا المحبه لكم جوجكم واحد جوج فورفيات يو ديال اورانج باش تبقى على الاتصال وتبقوا تهضروا مع بعضياتكم وفيهم انترنت وفيهم المكالمات بصحتكم وراحتكم الصحه الله يحفظك ولدي الله يخليك الله يخليك صحيحتك والله يدخل عليك هاد العواسر بالخير الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك عبد الرحيم تلف راسك اخويا الله يعاونك الله يسهل عليك الله يسهل عليك اخويا مع الدراري اللي معاك سمع لهم اخويا سمع الجميع الله يحفظك اخويا مرحبا اخويا شكرا لك بزاف شكرا لاله رحمه الله يحفظك ولدي الله يشدك بوسه انت غزاله انت الله يحفظك الله يعاونك الله يسهل عليك واش مبروكه واش متمنيتي والله العظيم ملي بقيت كنتسنط ليك قلت انا غادي يجي الصلح على يد مومو الله يحفظك لاله شرف ليا وعلى الراس الله يحفظك الله يسترك على الراس وعين على الراس الله يخلي لكم ميمتك الله يحفظك الله يحفظك رحمه شكرا بزاف شكرا لك رحمه شكرا شكرا اه افرح على بلاي السلام اه وي انا دابا الحمد لله انا دابا اه وي عليك انا واحد الحاجه زوينه وقعت لي حاجه زوينه ايوا عاودنا فرحت هذه بزاف غادي نسمع معكم مباشره مباشره يلاه صيفطوا لي واحد لو ليان ديال واحد الفنانه عزيزه عليا بزاف عمري ما تلاقيت معها وعزيزه عليا بزاف هي صفيه الزياني كتربح هاتيم جو بونس غادي تسمعها تهضر تعرف شكون هي صفيه الزياني اللي اسيدي بلا انا كنكتشف معاكم هادشي مباشره دابا كنكتشف ولا وصلني لو ليان وصلني و يا هذيك اللي وصلني لو ليان اكتشفت شنو كي ليان شي فيديو فيديو هادي فيديو فيديو ديال ديال لو سيت الكترونيك ديال الدار واكتشفت واحد غزاله هذا اسمو شنو وقع بانه هضروا معاها وتكلموا معاها هذا الدار بوان ام وشنو شو قالت لهم هذا تكريم ديالي وانا كنقول هذا الشاب النبيل لاسميه بابن الروحي مومو هو لا زال في نظري مومو صغير وكبير في ان واحد ما شاء الله عليه على اعماله وماشي غير عمل فني وادبي جمع فيه بزاف ديال الحويزات اللي كي يقول فيهم للناس شويه اللي هما كبار نوضوا تخدموا هاد البلاد نوضوا خدموا وطنكم راه محتاج الخدمة وكثرتي في هذا الوقت هذا بيان سوغ والجرأة ديالو هي النبل يعني ماشي جرأة ديال الإنسان بغى يطفل ويهضر وبحال كاين بعد شي واحد اللي غير هو ما عمرو قال شي كلمة اللي غتبقى في قلب الكبير والصغير كلامه كله طيب وجميل وكوميك وهو راه تعامل مع بزاف الفنانات طبعا خصو يكون كوميك وأنا بهذه المناسبة كنهدي له واحد التروفلي من دياولي اللي هما خديتهم في أوروبا وخديتهم في فرنسا
وخديتهم في يعني في سميتو في جميع المدن ديال فرنسا من غير في مونتاجولي بورت كليشي وخديتهم تاني في هولندا فهمتيني تكرمت في هولندا كان تكريم في المستوى ايوا دابا هو هو غادي هذا غيعيط لي عيط التليفون ديالي وغادي نقول له ملي يكون سالي يجي باش نهدي له هذا التروفي هذا وهذا من احسن هذا التروفي هذا من احسن لهادي انا عندي كلهم في المستوى وكلهم مزيانين راهو مزيان ديال الصنادق ديالي التروفي عاد غادي ندير بهم معرض ان شاء الله ملي يدوز هذا الشيء غندير بهم معرض طلبني بن حسين ديالنا الشاب الغزال ديالنا ديال مدير المسرح ولدنا طلبني باش ندير بهم تعرضوا في هذا فانا خديت هذا واحد من هاد لي التروفي اللي خديت كان يقولوا هدية يعني مميزة رمز إن شاء الله رمز الأخلاق والفضيلة والعمل الجيد الجميل يعني عمل مخضرام فيه فن فيه بزاف ديال الحويزات زوينين فيه إنذار علاش لا فيه إنذار جميل قبل ما تخرجوا ما تنسوش شكرا زوين هادشي غزال اعز الممثلات انا عندي دابا ملي سمعت صوتها شكرا انا كنحبانا انا لاله صفيه كنحبك انايا منذ الصغر ملي كنت صغير انا كنحبك شكرا بزاف على الفيديو هادي شكرا بزاف على داك التروفي شكرا بزاف غادي ان شاء الله تكمل حاله الطوارئ الصحيه وغادي نجي عندك حتى للدار لا بد التروفي غادي حتى للدار وناخذ التروفي شكرا لك بزاف ان شاء الله يعطيك الصحه وطول العمر وعواش مبروكه شكرا 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 بزاف داك عاد فراسك رشيد انت بخير كاين شنو حاجه كتصبرك دابا حسيتي بالقنط اخويا اول حاجه كتصبر من ثم الله يحفظك اخويا كنشوفوا الكونفينمون ديالكم كنشوفوا ديك الصداقه ديالكم تبارك الله عليكم نتوما والليكيب كامله كديروا اكثر من الجهد ديالكم هضرتوا في لي بونك هضرتوا في مسائل ديال لي زيكو بريفي الحمد لله زعما هادي جات من الحسنات ديال هذا كوفيد الله يحفظك اخويا الصبر ولينا كنصبروا عاوتاني ما كناش هادشي اللي كاين اخويا الصبر والانضباط الحمد لله بيان شاء الله يحفظكم وكما قال حاتم راه هاد القنط اللي راه كان واخا تكون كانت واخا ما كانش حال الطوارئ الصحيه كندوزو منه كنعيشو اي تعيشو مع راسك غير ديك الساعات كيكونوا عندك لي شوا دابا بقى عندك المحيط اللي انت مولين به واللي خصك يكون عندك ديما بزاف هادشي اللي كاين والخاطر الو هلا لا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته ورمضان كريم وعواش مبروكه باش متفنيش وانتم كذلك يا سيدي بالصحه والسلامه لاله وانتم كذلك شكون معايا سيدي قبل ما خصك تعرفي انت شكون اللي معك انا نقول لك انا راني شفتك اليوم وسمعتك وعجبني الحال بزاف وداك الشيء اللي قلتي عليا سا مو فا دغوا او كور وفرحتيني الله يفرحك فرحتيني وإن شاء الله من بعد حالة الطوارئ الصحية غادي نجي ناخذ التروفي ديالي انت مومو غا مومو زميون ديالي ابني الروحي الله يحفظك لا الله يحفظك الله يحفظك اش اخبارك تبارك الله عليك وحنا دائما متبعينك وما شاء الله عليك وانا ما كنعرفك شي غير اللي بديتي في هاد يعني المسائل ديالك ولكن قلت لهم لديك الناس قلت لهم انا كنا غادي ان شاء الله غنعمل واحد الاعمال ولكن ما كتبش اييه ونتمنى ان شاء الله ملي يدوز هذا المرض هذا ويدوز هذا الوباء ان شاء الله غنجتمعوا وغادي نديروا عمل ان شاء الله ان شاء الله على الراس على كل شرف ما شاء الله عليك وما شاء الله عليك والطرف لي ديالك هو عندي كنعاين حتى يدوز باش ان شاء الله نعطيه لك هديه ان شاء الله بسيطه جدا 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 هديه كبيره هديه كبيره بلاتي بلاتي شكرا جزيلا اولا اش قلت حبيبه ديالي قولي احنا من هذه مرات ولدي قالت لك هي من الجمهور ديالك وكلنا من الجمهور ديالك وكلنا نحبك لان راجل عصامي او شاب نبيل لا اسميك بالرجل انت لا زلت بالنسبه لي انا شاب صغير جميل رقيق لطيف الله يحفظك لا صافي الله يحفظك لا انا كنبوز كلام من هنايا
الله يحفظك الله يحفظك الله مشرفين. وانا كذلك اقبلك الله يحفظك اقبلك قبل ابني الروحي ابني الروحي الله يحفظك لو سلمي على الجميع وسلمي على العائله وتلقى ميرسي والله يعاونك بون كوراج بون كوراج الله يعاونك بزاف شكرا لك بزاف هلا شكرا ميرسي بارك الله فيك شكرا شكرا شحال فرحتني اليوم شحال فرحتني لا صافية صفية الزيني شحال فرحتني الفرحة ما تصورش غادي نبارطاج معكم فيديو من بعد تشوفوها في انستغرام فيسبوك تشوفوها شكرا لها بزاف شكرا الناس ديال لو سيت الدار بوان بوان ايما شكرا لهم بزاف على الانترفيو داروا معها وغادي نمشي ناخذ ان شاء الله التروفي التروفي غادي نجيبو التروفي غادي يكون عندي غادي نحطو في استوديو معايا طوب صوتها بقوش ما سمعناها وتفرجنا فيها صوتها دابا ملي تنسمعو تيدير واحد الفي زوين حنين الجسم تيفرز شي هرمونات ديال الحنان ديال الراحة ديال الاطمئنان قبل الريح الشمنة ديال راسك بحال ما شتي والو انت موفي تايمينغ شحال لكم شنو وقع اللي وقع شحال كلش وقع اللي وقع هو انه حمزة الكاميرامان عنده عيد ميلاد ديالو كان عيد ميلاد يومين البارح قبل البارح لو 3 هادي يومين لو 3 25 عام 25 عام اخويا تفضل معنا اخويا سنه حلوه سنه حلوه يا جميل وكان عنده العيد ميلاد دي يومين والحلوه جبنا عليه اليوم باش نقول لك سنه حلوه يا جميل نقول لك عيد ميلاد سعيد والحلوه ساميه هي اللي غتجيب الحلوه غير ساميه اللي وقع انه عبرات مزيان التايمين دخلت وسط دخلت كتغني بوحدها سنه حلوه الحلوه والشمع وصل اغنيه ديال رود ستيوارت احنا جالسين معينا وحنا لقيتها دخلات عيد ميلاد سعيد اخويا شكرا شكرا مومو شكرا كاع ليكيب مرحبا اخويا باش نغنيو ليه سنه حلوه نتفقوا من دابا غنيو عربيه عربيه زيد فرونسي اونجلي واخا عربيه نسالو بالعربيه عاوتاني نكملوا بالعربيه عاوتاني صافي وكاين بالزربه يلاه بالزربه خصنا بقيت تبعنا من بدا ايوا سيدي عيد ميلاد سعيد 25 عام 25 عام وي دابا غتبقى ربع قرن غتبقى دوك شي ربع قرن ربع قرن راسي صرفت دابا لا والي مازال الشباب مازال واخا انا متيقكش انا 25 عام قلت لك حيت راسو فيه الشيب 25 عام مزيان اخويا حمزه سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا حمزة سنة حلوة يا جميل جوايز انيفيرسير جوايز انيفيرسير جوايز انيفيرسير حمزة جوايز انيفيرسير هابي بيرثداي تو يو Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, Hamza. صافي 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 عيد ميلاد صلات البوم صافي سيربريز بارتي حلوه ديها راه مسلفينا سلبنا مع عند الجيران شتي الاحساس المهم كش جبنا لك يومين قبل حيت كاين واحد جارنا عنده العيد ميلاد اليوم قلنا له اش دير صيفطنا الحلوه نصوروا بها الفيديو ونرجعوا عليك من بعد راه كضحك معاك اخويا بلا قطعنا الحلوه ناكلوا الحلوه 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 وعيد ميلاد سعيد اخويا باش متمنيتي بالصحه والسلامه اخويا